السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا مرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن نتيجة جامعة جنوب الوادي برقم الجلوس. وكانت العديد من المواقع تنتظر الإعلان عن نتيجة جامعة جنوب الوادي، وبحث الطلاب عن الرابط الخاص بالنتائج، ونحن ننشر لكم رابط النتائج من هنا خلال هذا الموقع، وحتى نساهم معكم في سهولة الوصول إلى النتيجة. وكانت قد انتهت جامعة جنوب الوادي من رصد الدرجات وتصحيح أوراق الطلاب، وأعلنت رسميا عن ظهور النتيجة. والرابط الذي أمامكم الآن سوف نضعه في الوصف، من السهولة جدا أن تضغط عليه وتدخل برقم جلوسك وتحصل على نتيجتك في الحال. وكانت الجامعات والمدارس قد أعدت خطة لنشر النتائج من خلال المنصات ومن خلال مواقع النتائج، حتى يسهل للطلاب الحصول على نتائجهم وهم جالسين في منازلهم، حتى يقوهم شر الإصابة بفيروس كورونا. وكانت النتائج كما صرح لها البعض أنها في تقدم وفي ارتفاع، وكان قد تقدم حوالي من 54,109 طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وكانت النتيجة مبشرة بالخير. وإدارة الجامعة أوضحت أن الطالب عند دخوله على الرابط الخاص بالنتائج على موقع نتائج الطلاب لجامعة جنوب الوادي، بعد ذلك سوف يجد أمامه خانة لوضع رقم الجلوس والاسم وبعض البيانات المطلوبة بالموقع، ويقوم الطالب بالضغط على الاستعلام وسوف يحصل على نتيجته في الحال. نتمنى لكم جميعا التوفيق إن شاء الله. الاسم يضع الاسم الأكاديمي ورقم الجلوس، تختار أنت، وفي مكان لو أنت مش عارف رقم الجلوس برضو بتاعك تقدر تحصل عليه من خلال الموقع، وإحنا ننشر لكم رابط الموقع. وإذا وصل الطالب لها للموقع كل شيء أصبح في يده ومتناول الجميع. كل التوفيق لطلب الطلاب جماعة جنوب الوادي، وتحياتي لكم وشكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.